دشن مدير عام شرطة عدن اللواء مطهر ناجي الشعيبي بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يصادف الرابع من مايو من كل عام. وخلال التدشين الذي حضره نائب مدير أمن عدن العميد أبو بكر جبر، أكد اللواء الشعيبي أهمية هذه المناسبة للوقوف أمام كل الممارسات والسلوكيات ووجوب الالتزام بقواعد السير. ودعا الشعيبي أبناء المجتمع إلى التحلي بوعي أكبر تجاه القضايا المرورية ولما فيه صون أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق. بدوره أكد مدير شرطة السير العميد جمال ديان أن أسبوع المرور العربي يكتسب أهمية كبيرة من حيث إعطاء رجال المرور حيزا أكبر في عملية التوعية بالقضايا المرورية وضوابطها. إلى ذلك أكد نائب مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العقيد منصور هادي أهمية تكثيف العمل الميداني وبمساندة كافة وسائل الإعلام لإنجاحه، داعيا كافة مدراء شرط السير في المحافظات إلى جعل هذا العام عام نشاط وعمل ميداني لتجنب الحوادث، كما دعا المواطنين والسائقين إلى احترام نظام السير ومساعدة رجال المرور. ثقتي كبيرة جدا أيضا بشرطة السير بأنه يعني في هذا الأسبوع أسبوع المرور يعني سيتم العمل بنفس الوتيرة إن شاء الله يعني ما تم في رمضان، لكن أنا أشدد على 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 أشياء على شيئين أساسيين، اللي هو أنه أولا ممنوع منع باتا أي واحد يسوق وهو حدث، هذا واحد. اثنين، الجانب الآخر والسيارات الغير مرقمة وكذا الدراجات. عدن في يوم من الأيام كانت نموذج لكثير من هذه الأشياء حتى في رخصة السياقة. نحن يعني تعرضنا لكثير من يعني من الإجراءات الكبيرة يعني في سبيل أنك تخرج رخصة السياقة. أتمنى عليكم أنه تبذلوا جهد كبير كما بذلتم في مرة أخرى في شهر رمضان، وعشمنا كبير جدا فيكم أنه تعملوا جاهدين في سبيل إرساء يعني منظومة مرورية وأيضا إجراءات سير تكون يعني بالمستوى المطلوب إن شاء الله، وهذا لن يتأتى إلا بجهودكم الجبارة. سنويا نحتفل بهذا اليوم، وبهذا اليوم نقوم بمراجعة لسير عملنا العام خلال العام كامل. لقد وجه الأخ اللواء مطهر الشعيبي بالمخالفات المرورية، ولكن عطفا على كلامه إنما المخالفات الضرورية والتي لها الأولوية، مثلا حدث صغير السن أو سياقة بهمال، أما باقي المخالفات تكون إرشادية. يعني هذا الأسبوع نعمل على توعية المواطن ومالكي المركبات والمشاة. كانت عدن منضبطة أكثر انضباطا بسير حركة السير، وسعود إن شاء الله بقوة جهدنا جميعا. نشوف أن نفد توقيات الأخ مدير الأمن والأخ مدير شرطة السير بضبط المخالفين، السيارات الذين بدون لوحات وصغار السن الذي يسوقوا يعني بطيش وإهمال، وجميع المخالفين السيارات الذين بدون لوحات.